جزاكم الله خيرا. ميم باء الحربي القصيم تقول: هل يجوز أن يصلي الشخص قاعدا في صلاته؟ هذا فيه تفصيل. أما في الفريضة فلا يجوز له أن يصلي قاعدا وهو يستطيع القيام، لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة بحق المستطيع. أما النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا ولو كان يقدر على القيام، لكن له نصف الأجر، نصف الأجر، نصف صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا في النافلة. أما الفريضة فلا بد من القيام مع القدر، قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقوله عليه الصلاة والسلام: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعد، فإن لم يستطع فعلى جنب. الفريضة لا يصح فيها القعود بدل القيام إلا مع العجز، وأما النافلة فيجوز هذا. نعم.